السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں. اسی طرح آن لائن قرآن پاک پڑھنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الیاسین. پہلے رواں پڑھیں گے، پھر اسپیلنگ سے اس کے بعد پھر رواں پڑھیں گے. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. آئیے اسپیلنگ سے پڑھتے ہیں. واو زبر و میم الف زبر ما وما حمزہ نون زبر ان زا لام زبر زل انزل نون الف زبرنا أنزلنا وما أنزلنا عين زبر ع لام خلا زبر لا على وما أنزلنا على قاف واو زبر قو ميم زيد مي قو مي ها خري زيد هي قومه وما أنزلنا على قومه ميم نون ميم زيد ميم باعين زبر باع ميم نون ميم زيد ميم باعين زبر باع ميم باع دال زيد دي ميم بعد ها خڑی زیب ہی من بعد ہی وما انزلنا على قومه من بعد ہی میم نون زیب من جیم نون پیش جن میو جن دال میم دو زیب دم مِن جُندٍ مِيم زَيْد مِي مِن جُندٍ مِي نُون سِين زَبَر نَس مِن جُندٍ مِي نَس سِين زَبَر سَ مِن جُندٍ مِي نَس سَ مِيم أَلِف زَبَر مَا مِي نَس سَ مَا حَمْزَة زَيْد إِي من السماء وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء واو زبر وميم ألف زبر ما وما كاف نون بيش كن نون ألف زبرنا كنا وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء زا زيد زي موزي لام يا زيد لي موزي لي نون زبنا موزي لينا وقف میں نون کو ساکن کر دیں. وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء
واحدة فإذا هم خامدون. آئیے اسپیلنگ سے پڑھتے ہیں. حمزہ نون زیر ان کاف الف زبر کا نون تا زب ن کانت ان وکانت. حمزہ لام زیر ال لام الف زبر لا إلا إن وكانت إلا صاد يا زبر صي حاء زبر حاء صي حاء تاء واو دو زبر تم صي حاء تم واو ألف زبر وا صي حاء تم وا حاء زيب حي صي حاء تم واحي دال زبر دا صيحة واحدة تاء دو زبر تن صيحة واحدة إن وكانت إلا صيحة واحدة فا فا زبر فا همزة زيد إي فإذا الألف زبر ذا فإذا ها ميم بش هم فإذا هم إن وكانت إلا صيحة واحدة واحدة وفإذا زبر خو ميم زير مير خامي دال واو بيشدو خامدو نون زبر نا خامدون. وقف میں نون کو ساکن کر دیں گے. ان وكانت الا صيحة واحدة واحدة فإذا صدق اللہ العظیم. ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک ضرور پہنچے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.